بصماته تصرفات يا عم، بيحط بصماته. ايه يا عم ده؟ عسل يا شهاب ما شاء الله. غافر الذنب وقابل الذنب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. إليه المصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا أبت لا تعبد الشيطان. يا ماشي يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال